هذه اللحظة لتسيير الاندفاعات بكل قوة وبكل تحدي من البداية، حيث هذه الانطلاقة التي تبشر كذلك بمستوى متميز تشهده هذه اللجن العربية الأصيلة، ويشهده تحدي هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. ترحيبنا بكل الحضور، ترحيبنا بالجمهور الكريم المتواصل هنا على أرضية هذا الميدان ليتابع تحديات هذا الشوط، شوط الكبار، شوط الصراع، شوط الانطلاق، الشوط الرئيسي، الشوط الذي يحمل كبار هذه الهجن العربية الأصيلة بتحديات الأسماء العملاقة والمميزة. ما شاء الله تبارك الله. نبدأ إذن مع أول كيلومتر مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذا الاندفاع ومن خلال هذا التواصل على أرضية هذا الميدان، حيث هذا اليوم الجميل وأشعة الشمس التي نستبشر بها انطلاق قوة وإثارة التحديات وانطلاق المنافسات على أرضية هذا الميدان. نبدأ بالبداية ونرحب بكل الأسماء الكبيرة المتواصلة داخل الميدان. هنا ترقص ليستمتع أصحاب الناموس وأصحاب الفوز والانتصارات بأدائها الجميل وأدائها المميز الذي عبر عن كل التحديات وكل الانطلاقات. نسير مع البداية، نرحب بالأسماء العملاقة. الترحيب بداية هنا باسم كبير عملاق دائما احتكر المنافسات في هذه التحديات، طماعة اللي تحتل المركز الأول، تحتل انطلاقة أول الاندفاعات للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خطير المضمرين أحمد بن سلطان بن رشيد. انتقل إلى المركز الثاني والضبي على ثاني المراكز ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وايضا احمد بن سلطان بن رشيد في الانطلاق وفي التحديات. امجاد تاتي على المركز الثالث لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله الثاني وعلي بن حمد بن جرحف المري في الانطلاق وفي المتابعة. نيران في خامس المراكز هنا لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير ايضا واثق المضمرين يعلن اندفاعي نيراني في هذا الشوط. المركز الخامس ملأ على خامس المراكز لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان وهناك ايضا سعيد بن مبارك الوهيبي هو اللي يتواصل بانطلاق المراكز الخمسه الاولى. اذا نحن في شوط الكبار، في شوط العمالقه، في شوط الصراع، في شوط الضباب الذي بدا يعبر عن هذه الانطلاقه ويعبر عن هذا المسار ويعبر عن هذه التحديات الكبيره. ما شاء الله. العوده الى المقدمه، العوده الى من تقدمت، من سيطرت، من انطلقت واعلنت انها تحدد مسار هذه اللحظات، مسار هذه التحديات. هناك طماعة ما شاء الله وتبارك الله، طماعة هي اللي تحتل المركز الأول وانطلاق المركز الأول وتحدي المركز الأول. هناك للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد هو الذي يتابع طماعة ويعلن انطلاق طماعة ويقود طماعة دائما إلى المقدمة وإلى البداية وإلى التحديات. الله 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 الله. الصراع مع الكبار، البداية هناك بطماعة محتكرة هذا الشوط في الموسم الماضي، وهنا تبدأ أيضا بشوط عشقة التواجد به، عشقة الانطلاق معه، عشقة الوجود في هذا الشوط الذي يضم الأسماء، يضم التحديات، يضم الصراع والانطلاقات. المركز الثاني الضبي على المركز الثاني وانطلاق ثاني المراكز. ما شاء الله تبارك الله. الظبي ايضا للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. ما شاء الله.
هناك الحارسة لطماعة، هي الظبي التي تحتل هذه الانطلاقة وتحتل هذه التحديات. المركز الثالث الضيفة القادمة وهي العملاقة القادمة من الشحانية، ما شاء الله أمجاد تشارك في شوط المجد، شوط القوة والإثارة. أمجاد لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله الثاني، وهناك علي بن حمد بن جرحم المري. السلام بالأمجاد في هذا الشوط. نيران على خامس المراكز أو المركز الرابع. نيران الشعار شعار هجن العاصمة العملاقة، وهناك التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن حمد بن خدير الذي يعبر عن تواجد هذه الانطلاقة مع نيران. المركز الخامس ملأ على المركز الخامس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. يا سلام، هذه المراكز الأولى، هذه التحديات الأولى، هذه الانطلاقات الأولى، هذه المسافة التي تسير بهذه اللحظة. إذن هناك التحدي، هناك المنافسة، هناك الانطلاق مع تحديات هذا الشوط. الله، عملاقة وهي عملاقة. إذن هناك طماعة، طماعة اللي على المركز الأول والانطلاق الأول والبداية الأولى، التحديات الأولى التي تحمل مساري هذا الشوط الكبير، هذه الانطلاقة المميزة. هناك طماعة، طماعة ما شاء الله تخترق الحواجز، تسير في هذا الضباب، تعبر عن انطلاق هذه اللحظات الجميلة. الله 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 الله، هي طماعة في الصدارة، طماعة على المركز الأول، المركز الثاني، الظبي على ثاني المراكز واندفاعي ثاني المراكز هنا للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهناك أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد. لابد أن يكون في هذه الأجواط وفي هذه التحديات منافسة وانطلاق وإثارة. ما شاء الله، المركز الثالث نيران على ثالث المراكز الهجن العاصفة، واثق المضمرين مع نيراني هذا الشوط، نيراني شوط العمالقة يتواجد أيضا بهذا التحدي وهذه الإثارة الكبيرة. الله، بدأ التحرك الآن، بدأت الانطلاقة، بدأت أيضا المنافسة تعلن بعد دخولنا لوحة الثلاثة كيلومترات. إذا نيران على المركز الثاني، وهناك في ثالث المراكز تأتي الظبي على المركز الثالث وانطلاق المركز الثالث أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتضمير أحمد بن سلطان بن رشيد. إبعاد، إبعاد على المركز الرابع، هناك لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله الثاني اللي أمجاد، أمجاد أيضا وعلي بن حمد بن جرحب المري. وعليك المراجعة يا بن جرحب هنا على المركز الخامس، هي أبعاد على المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمتخصص الشيبة بن علي السبوسي، هو اللي يعلن أيضا وجود الأبعاد في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. المرسيدس السيارة العملاقة في شوط العمالقة هنا، والذي تحددت منذ انطلاق أول أشواط هذه العمالقة هناك على ند الشبع، وهنا أيضا في استكمال هذا اليوم الجميل هذه التحديات. 2 كيلو 2000 متر ما تبقى على خط النهاية وختام هذا الشوط المثير، هذه الانطلاقة المثيرة وطماعة، طماعة على الصدارة، طماعة على المركز الأول، طماعة في الانطلاق الأول، طماعة في اندفاع أول اللحظات هناك على الصدارة بقيادة فردية، بانطلاق فردي، بتحدي مثير. الظبي على المركز الثاني أيضا للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هناك أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد. الله الله الله، نيران على ثالث المراكز والانطلاق في المركز الثالث أيضا لهجن العاصمة حمد
بن راشد بن غدير اللي يعلن ايضا تواجد نيراني في هذا التحدي. المركز الرابع امجاد لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله الثاني علي بن حمد بن جرحم المري وتدخل من ابعاد. في المركز الخامس هنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهناك ايضا الشبه بن علي السبوسي. ما شاء الله تبارك الله، الانطلاقات، التحديات، التنافس على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، البداية البداية وشوط البداية، شوط العمالقة، شوط التحديات. المسافة التي تسير بهذا الأداء وتسير بهذا التحدي وتسير بهذه المنافسة، الكيلومتر الأخير، النهاية هنا. قاربنا على خط النهاية، قاربنا على العمالقة في انطلاق العمالقة واندفاع العمالقة. ما شاء الله، الظبي بدلت، الظبي غيرت، الظبي انتقلت إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول، إلى المنافسة الأولى في هذه اللحظات. الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، يا سلام، مع الظبي في هذه الانطلاقة، اسم عملاق شاع وضاع. وما شاء الله، المركز الثاني أمجاد على المركز الثاني لسعادة الشيخ حمد فهد بن عبد الله الثاني وعلي بن حمد بن جرحب المري على المراكز الثلاث. ما شاء الله، الله 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 الله، أمجاد أمجاد، نيران 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 نيران، أعلنت أن النيران بدأت تشتعل في يوم الكبار، في يوم العمالقة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، النيران النيران على خط النهاية، نيران العاصفة بدأت الآن في الانطلاق، بدأت في التحدي، بدأت في المنافسة. تهانينا تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز نيران من هجن العاصفة بهذه الانطلاقة. ما شاء الله، وشكرا للواثق، شكرا للواثق، شكرا مرغم، شكرا للانطلاق، شكرا للتنافس. تهانينا والناموس ما شاء الله على هذا الأداء. المركز الثاني أمجاد لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله الثاني. المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع ابعاد سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس طماعه في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله، شوط العمالقه يذهب بنيران البدايه ويعلن انطلاق البدايه ويعلن فوز نيران بهذه الانطلاقة وبهذا الشوط المثير، الشوط القوي، والشوط ما شاء الله الذي يعبر عن هذه البداية المثيرة بانطلاقات هذه اللحظات الجميلة. ما شاء الله، سيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هنا يتلقى التهنئة بفوز نيران بهذه الانطلاقة، بفوزها بهذا الشوط، بفوزها بالعمالقة من البداية. 12 دقيقة 29 ثانية، ثمانا من الأجزاء من الثانية. إذا العملاقة نيران تسجل أول أشواط العمالقة الكبار والثمانية كيلو